اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم محمد ايتيشو، رئيس الهيئه الوطنيه لصناع وحرفي الصناعه التقليديه، وذلك لتسليط الضوء على وضعيه القطاع وافاق الصناعه التقليديه في افق مونديال 2030. اهلا وسهلا محمد ايتيشو، مرحبا بك. بارك الله فيك وتنشكر قناتكم الموقرة على هذه الاستضافة. مرحبا مرة أخرى سي إتي شو. بداية بغينا نعرفوا بالدور ديال الهيئة الوطنية في الدفاع عن الصناع وقطاع الصناعة التقليدية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لقناتكم الموقرة، تحية طيبة للمشاهدين الكرام. قبل ما نطرحوا الآفاق المستقبلية ديال الهيئة، حبذا ندير واحد التعريف صغير على الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية. الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية هي جمعية وطنية تتعنى بقطاع ديال الصناعة التقليدية. الرئيس ديالها محمد ايتيشو، التمثيلية او الترابية على المستوى الوطني 12 مكتب الجهوي، 72 فرع اقليمي. الحمد لله كاين واحد الامتداد ترابي وجغرافي ديال الهيئه الوطنيه لصناع وحرفي الصناعه التقليديه، وايضا عدد لا باس به، ماشي تنقولوا كبير ولكن تنقولوا عدد لا باس به من المنخرطين والمنخرطات في العاملين في قطاع ديال الصناعه التقليديه التابعين للهيئه الوطنيه. نعم سي تيشو، المغرب الان كيعرف في السنوات القليله القادمه يعني مجموعه من الاوراش الكبرى في افق تنظيم مونديال 2030. بغينا نشوف فين هذه اللمسه ديال الصناعه التقليديه، كيفاش يمكن اضفاء لمسه الصناعه التقليديه في المباني ولا في المعمار التي سيتم انجازه. نعم، كان تنذكروا الخطاب ديال صاحب الجلاله الله يرحمه الحسن الثاني، اللي كان في واحد الخطابات ديالو اشار الى الوجوب تكون واحد البصمه او واحد الاشاره ديال الصناعه التقليديه في البنايه ديالنا. وبالتالي حبذا لو المسؤولين على 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 التنظيم ديال المونديال المستقبلي ان شاء الله ديال 2030 تكون حضور وابراز المعالم ديال الصناعه التقليديه في مثلا في الملاعب من هذا المنبر هذا، نلتمس او نطالب، ماشي نلتمس، نطالب من المهندسين المعماريين ولا القيمين على هذا على التنظيم تكون واحد اللمسه ديال الصناعه التقليديه من خلال البنايات، ولماذا تكون واحد استراتيجيه ديال العمل مستقبليه، مثلا ان في الملاعب اللي غتحتضن ان شاء الله المباريات ديال كاس العالم مستقبلا تكون واحد الحاضنه ديال العديد من التعاونيات الحرفيه خاصه الفنيه الانتاجيه اللي تضم منتوجات، وايضا التعريف بالمنتوج الوطني، اي نطالب بتكون واحد المعرض دائم او محلات تجاريه دائمه تتعنى بقطاع ديال الصناعه التقليديه داخل الفضاء هذه المركبات مستقبلا. نعم سي تيشو، ما نتسناوش تظاهره كبيره مثلا عند بناء مثلا مؤسسه عموميه او محطه خدمات، نذكر منها محطه ديال القطار، يعني خصنا نلقاو هذاك الزليج المغربي، هذيك اللمسه ديال الصناعه التقليديه. ما رايك سي تيشو؟ نعم، هذا ملتمس، هذا ملتمس او مطلب لكاع جميع البنايات او اللي غتشيد مستقبلا تكون واحد فيها واحد اللمسه وابراز المعالم ديال الصناعه التقليديه، لان ابراز المعالم ديال الصناعه التقليديه هو كنقولوا كلسان او متحدث عن التراث الوطني. اذا تندخلوها في اطار الموروث الثقافي، هذا الموروث الثقافي تيتسنى في المنتوج، اذا ملي تندير هذا المنتوج او ابراز معلمه من معالم الصناعه التقليديه هو تعريف بالموروث الثقافي المغربي. وفي هذا الاطار، في هذا الاطار من قناتكم الموقره مادام جبتي ان ضروره ابراز المعالم ديال الصناعه التقليديه في البنايات، ابرازها مثلا تكون في باقي القطاعات، من هذا المنبر ديالكم نناشد صاحب الجلاله الله ينصره
باقرار واحد اليوم وطني ديال الصناعه التقليديه، نظرا للدور الكبير اللي تتعرفوا اللي تعرفوا قطاع ديال الصناعه التقليديه، لانه تنعتبروا ثاني قطاع مشغل بعد قطاع ديال الفلاحه، مدخل من مداخل الاقتصاد الوطني، حيث الناتج الوطني الخام الحمد لله كاين حضور ديال 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 المنتوج الوطني، ايضا ابراز التراث الوطني. اذا كاين واحد تنقول واحد المنظومه اقتصاديه واجتماعيه، ومن هذا المنبر تنعيد واكرر نناشد صاحب الجلاله الله ينصره باقرار يوم وطني للصناعه التقليديه. اذا سي تيشو، في نظرك كيف يمكن الحفاظ على الارث للمغرب والمغاربه ديال الصناعه التقليديه والحفاظ عليها من جيل الى جيل؟ نعم، ولله الحمد تنشوفوا هذه الارض ارض الاولياء، كما نقول اولياء الله الصالحين، اولياء الصالحين، وكل كل ولي الا وتتكون عنده حرفه و 40 ولي. نعم، بالتالي ولله الحمد تنشوف هناك اكاديمي ديال الصناعه التقليديه، العديد من الخريجين الحمد لله حاملي واحد الحموله ثقافيه ومعرفيه في اطار ديال الصناعه التقليديه وخاصه الفنيه الانتاجيه. كاين العديد من المراكز اللي تم الإحداث ديالها حاليا ومستقبلا كمدن ديال المهن ديال التكوين المهني. إذا كلها تتعرف في ضمن المكونات ديالها هو تدريس العديد من الشعب والحرف، خاصة في قطاع ديال الصناعة التقليدية. إذا هناك واحد الإرث اللي تنحافظوا عليه من خلال هذه المراكز ديال التكوين وأيضا الأكاديمية. ومن هذا المنبر كذلك حبذا لو كان توزيع ما تكونش عندنا غير الأكاديمية اللي عندنا ديال المسجد اللي في الأكاديمية ديال الصناعة التقليدية اللي في المسجد الحسن الثاني، بل إبراء زعما خلق واحد البرنامج ديال على مستوى الجهات، لأن كل جهة عندها واحد الخصوصيات ديالها في إطار ديال الصناعة التقليدية. مثلا المنتوج ديال الشمال ماشي هو المنتوج ديال الشرق، ماشي هو المنتوج ديال الجنوب. إذا كل جهة عندها الخصوصيات ديالها لا في إطار المنتوج ولا في إطار الموروث الثقافي. حبذا تكون واحد الأكاديميات باش نحافظوا على هاد المكتسب أو الإرث الوطني من خلال كل جهة على حيطها. نعم أستاذ الشو، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعدا جديد.